شكرا لك زميلي أحمد. نعم كما ذكرت، بدأ حجاج بيت الله الحرام بمغادرة مشعر منى والتوجه إلى مشعر عرفات حسب خطة التفويج التي أعدت هذا العام لتفويج الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات. وكما نقلت أيضا الصورة، بدأ وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، أيضا الخطة تسير وفق ما عد لها بكل يسر وسهولة وسكينة وطمأنينة. أيضا استكمال الحديث مع ضيفك القائد أو عفوا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، أيضا في هذا الجزء ينضم معي من خلال هذا اللقاء الكابتن سعود العنزي القائد الكشفي. حياك الله كابتن. يمكن السؤال اللي تبادر لكل ذهن أي أحد يجي للحج أو يغطي الحج، نحن كوسائل إعلام أو حتى أيضا من الحجاج أنفسهم، حجم الخدمات التي يقدمها رجال الكشافة سواء من أفراد أو حتى من القادة الكشفيين لحجاج بيت الله الحرام، حدثني عن مجمل هذه الخدمات التي يقدمها رجل الكشافة للحج. طبعا بلا شك ما تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية بخدمة عظيمة وجليلة من منطلقها التربوي والإنساني، تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ أكثر من 58 عاما. دور الكشاف دوره عظيم، دوره تطوعي، من أبرز ما يقوم به الكشاف هو المساهمة مع وزارة الحج بإرشاد التائهين، حيث بلغ عدد المراكز الكشفية في مشعر منى ما يقارب 8، والتاسع هو إرشاد الأطفال التائهين. أيضا المساهمة مع وزارة الصحة بنقل المصابين، أيضا تقديم المعونة مع الممرضين والإداريين في الاستقبال بتقديم الخدمات وتيسير لهم، أيضا مع وزارة التجارة وهي تنظيم البائعة والبائع المتجولين وأيضا الإشراف على المحلات التجارية. أيضا ما تقوم به المساهمة مع البنك الإسلامي في المجازر، أيضا ما تقوم به مع الأمانة عاصمة المقدسة بالتجول مع المشرفين المسؤولين على البائعة المفترشة، أيضا بالإشراف على المحلات التجارية في صلاحية المنتج وانتهائه. كابتن سعود، يعني اليوم الحجاج وصلوا عرفة وإن شاء الله حيستقرون في عرفة، الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، بعد عرفة راح يرجعون ثاني مرة إلى منى ويبدأون في رمي جمرة العقبة الكبرى، هل هناك من خطة معينة جهزتوها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإرشاد الحجاج للطريق الصحيح للجمرات وطريقة تفويجهم؟ بلا شك الجمعية العربية السعودية أوجدت 8 معسكرات في منى، منها 4 وهي منى الجديدة ومنى الوادي ومنى الجمرات ومنى الجبل، أيضا بالإضافة إلى معسكر عرفات والعزيزية منها 3 المركز الكشفي للعزيزية وأيضا معسكر الملك خالد ومعسكر ابن رجب. بلا شك كما قلت أوجدت أيضا 9 مراكز لإرشاد التائهين، هذه تسهم مع وزارة الحج طبعا لإرشاد التائهين. مرت هذه المجال في 4 مراحل، المرحلة الأولى هي تدريب على مهارة الإرشاد، المرحلة الثانية إصدار الأدلة الإرشادية، المرحلة الثالثة إصدار الخرائط الإرشادية، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات الإرشادية وتوثيقها. بلا شك أن الجمعية كل عام ترشد أكثر من 200 ألف حاج. شكرا لك كابتن سعود. حياك الله. الله يعافيك. نعم زميلي أحمد، كان هذا حديث الكابتن سعود العنزي القائد الكشفي للحديث عن جهود الكشافة، أيضا معسكرات الكشافة التي تتواجد هنا في مشعر منى. جميل. نعم إذا كان لديك أي سؤال زميلي أحمد تفضل. نعم جميل، يعطيك العافية عبد العزيز. بكل تأكيد ما يقوم به رجال الكشافة في الميدان صور جميلة ورائعة ومشرفة، مواقف ومشاهد أيضا تتردد على مر الأجيال، يعني ليست هنا مجال للمبالغة ولكن أيضا صورة حقيقية. شكرا لك لنقل هذه الصورة من مشعر منى، ولعلنا أيضا نعود إليك في الساعات القادمة لنقل مزيد من الصور عن حجاج بيت الله الحرام وانتقاله من مشعر منى
إلى مشعر عرفات خلال هذه الساعات وأيضا خلال الساعات القادمة في مختلف المشاعر.